الطريق عاده ما تتشكل النزاعات اللي تتكون يعني سواء في يعني في الشركات ولا حتى في الادارات، يعني واحد السبب لتعطيل الشركات وهذه الادارات، يعني كيفاش نخرجوا من هذا المأزق تاع تدبير النزاعات؟ فعلا هو مسألة تدبير النزاعات يعني كتحظى بواحد الأهمية كبيرة على مستوى يعني الشأن المحلي سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، لأن مسألة ديال تدبير النزاعات أو كما صح التعبير نقولوا أن إيجاد تدبير النزاعات من الأمور اللي حاليا تفتقد داخل الإدارة المغربية، لأن يعني النزاع ملي ما كتعرفش تسير نزاع أو ما كتعرفش تسير واحد الملف كتولي في منازع قضائي، فبالتالي الإدارة تصبح خصم امام يعني الاطراف امام القضاء، قد يحكم في مواجهتها بمجموعه من الاحكام اللي تقدر تؤدي الى مجموعه من الاثار، هي الاثار غالبا ذات الطابع المالي، احيانا كما كنعرفوا كاين هناك اشكالات على مستوى تنفيذ الاحكام القضائيه في مواجهه الدوله، قد يحكم على الاداره المغربيه بصفه عامه بان تؤدي مبلغ من الاموال الى شخص معين يعني المحكوم لفائدته، هنا كنلقاو صعوبه التنفيذ اللي غير ذلك، لكن باش ما نوصلوش لهذا المشكل هذا لان هذا المشكل علاش كيؤدي الى ما يسمى بارهاق الخزينه العامه ديال الدوله، اذا كنشكل واحد العبء مالي اضافي كنهرق خزينة الدوله، تصبح الدوله مجبره انها تؤدي لان احيانا هناك غرامات تهديديه، هناك الحجز على الحساب ديال هذه الوزاره اللي دار صندوق اداره التدبير، فما الى ذلك من تبعات. الى هنا خصنا مساله تدبير النزاع من البدايه ديالو يعني منذ نشوء النزاع الى غايه النهايه، هذه الامور مرتبطه بعده امور اخرى. المساله الاولى هو التكوين، بدا كنعرفوا حاليا الاداره المغربيه يعني على مستوى التنظيم الهيكلي كنلقاو مصالح كنلقاو اقسام اللي تكلف ب مثلا تسميه قسم الدراسات الشؤون القانونيه، المهم ديالها هو ايجاد حلول قانونيه فيما يتعلق بالوقايه من المخاطر القانونيه، اذا الوقايه من المخاطر القانونيه هو انا ملي يكون عندي واحد النزاع نحاول نحلو بشكل ودي، ندير واحد الدراسه ناس مختصين، نطلق من التجارب السابقه والاحكام القضائيه السابقه باش ما نلقاش واحد الحل، ثم تفادي القرارات الاحاديه، اذا لابد من واحد الاستشاره ثم دراسه يعني الناس اللي مكلفين بالشؤون القانونيه، اذا تدبير النزاع شنو الخطوات اللي يقدر انني مثلا نسلكها، الدفوع اللي يمكن نثيرها امام القضاء، الدفوع اللي ما يمكنش نثيرها، طريقه الجواب، طريقه تحرير النص القانوني، ثم ايضا مدى فهم واستيعاب النصوص القانونيه. غالبيه الادارات الحاليه شنو كنلقاو المشكل، ان الناس ما كاينش واحد الفهم النص القانوني، فوقاش كنفهم واحد النص قانوني ملي كتكون عندي واحد المنازعه وكبغي نطبق ذاك النص القانوني، هذا هو الخطير في الامر، اذا كنخدم اداري كثر ما كنخدم قانوني، اذا الا الاداره كتمشي ما يسمى في التراتب الاداريه، الاوامر الاداريه، القرارات الاداريه، فالشق القانوني اصبح مغيبا الى حين حدوث واحد النزاع، اذا هاد الامور هذا عنده واحد المساوئ، في حين ان الا كان واحد التكوين، التواصل، التنسيق، بطبيعه الحال ما غنمشيش لواحد المنازعه قضائيه، هذا امور علاش؟ لان كتنعكس ما يتعلق بالسياسه الحكوميه او في تنزيل البرامج الحكوميه، نعطي مثلا المساله ديال الاعتداء المادي او نزع الملكيه، اذا ملي كتجي فعلا الحكومه عندها واحد البرنامج، باغي دير واحد الطريق، باغي دير واحد المستوصف، ولكن كيكون احيانا نزع الملكيه بدون سلوك المساطر القانونيه او يشكل اعتداء مادي على حقوق الغير، هنا كيمشيو المنازع امام القضاء، فبالتالي هل البرنامج توقف؟ ها المسطره كتاخذ واحد الوقت لسنوات امام هذا، اسكيلي ديال التنفيذ في هذه كل الامور اللي كتشوفوا عرقيل في كتعرقل المساله ديال تنفيذ البرامج، واحد كيعطي حتى واحد ربما سوء النظره او السمعه بالنسبه للاداره المغربيه بصفه عامه. التدبير تاع النزاعات تنوجدوا اكثر على مستوى المجالس المنتخبه، اذا خدنا مثلا مجلس مدينه الدار البيضاء هو اكبر مجلس على مستوى المغرب، يعني النزاعات القضائيه ديالو ترهق الخزينه تاع هذا المجلس هذا، يعني كيفاش نخرجوا من هذا المازق هذا؟ يعني بالنسبه للمجالس المنتخبه. فهذا المشكل ديال الجماعات المحليه بصفه عامه او المجالس المنتخبه على مستوى الجماعات المحليه بين قوسين، ولكن ما كنعممش لان اغلبيه المنتخبين ما كيكونش عندهم واحد التكوين قانوني. احيانا واحد المنتخب ربما كيستغل في التجاره او كيشتغل في واحد القطاع حرفي مهني ما كيكونش عنده المام او تكوين قانوني بالمجال ديال التدبير، مجال ديال التسيير او حتى مجال الشؤون القانونيه، فاذا كتكون هناك بعض الاحيان صراعات او مثلا الاحادي في اتخاذ القرار اللي يقدر انه يرتب واحد المجموعه ديال الاثار السلبيه على تدبير الشان المحلي والشان العام. اذا هنا لهذا الاطار حتى المشكل اللي كان كيتعانى منه من طريق التجربه، فكتكون واحد مثلا منازعه قضائيه او دعوه مرفوعه ضد الجماعه ما كيخبرش مثلا الجهه المعينه اللي كتولي المهام ديال الدفاع، هناك واحد المؤسسه اللي هي الوكيل القضائي للمملكه، المهمه ديالو تمثيل الدوله امام القضاء والدفاع عن المصالح ديالها، فبالتالي هذه الجماعات ما كاينش واحد التواصل او ما كتعينش محامين او عندنا سوء الاستعانه بما كنختارش المحامي المناسب، ربما ما فاهمش طبيعه النزاع، فلهذا لاحظ الحكومه مؤخرا انها قامت بالمصادقه على انشاء ما يسمى بالوكيل القضائي للجماعات المحليه، المهمه ديالو هو تدبير هذه النزاعات، لان كنعرفوا شحال من جماعه اللي محليه في المغرب، فبالتالي دونك هناك عندنا ملفات كثيره ضد وزاره الداخليه
لان في اطار يعني باش المسطره تكون ناجحه من حيث الشكل خاصك تدخل وزير الداخليه ورئيس الحكومه الوكيل القضائي الملكي ثم رئيس الجامعه. فهذه كلها امور كانت تشكل عائق وايضا ترهق كاهل الجامعه على مستوى الميزانيه على مستوى ايضا الدعوه المرفوعه ضدها. فبالتالي المشاريع كلها كتحبس بمعنى كيتجمد النشاط ديال هذيك الى حين بيت القضاء. فهذه كلها امور ربما كما قلت لك ان خص التنسيق ما بين يعني مختلف المصالح سواء داخل الجامعه او الاداره العموميه بصفه عامه. هناك حاليا ما يسمى بالوكيل القضائي الملكي اللي هي المؤسسه تاعنا بالدفاع عن مصالح الدوله، عندها مصالح او اقسام اللي كتقوم بالدراسات. وبطبيعه الحال لاحظنا حاليا كاين واحد التوجه على مستوى الاداره العموميه، اصبحت حتى الامن العام الحكومه او الوزارات اصبحت تراسل هذه الجهه هذه من اجل ابداء الري والاستشاره القانونيه. من ملي كتعرض نزاع او تكون واحد المؤسسه او واحد الاداره طرف في منازعه قضائيه تراسل هذه الجهه من اجل ابداء الراي وايضا من اجل الاستشاره من اجل الوصول الى حل قد يفضي الى تفادي تلك يعني الدخول في المنازعات القضائيه او ايجاد حد يعني ما يسببش واحد الحكم اللي يكون في مواجهات الدوله. شكرا.